اهلا ومرحبا بيكم في حلقه جديده من سلسله حلقات هاشتاج اسال الدوك. التمرين بتاع البيهايند ذا نيك بول داون وبيهايند ذا نيك بريس اوحش حاجه ممكن تعملها لمفصل الكتف بتاعك. بيعمل حاجه اسمها انتيريور شولدر انستابيليتي علشان انت بتعمل سيفير اكسترنال روتيشن. رقم واحد بتبوظ السوبرا سباينيتس اللي عندك، ومع مرور الوقت هيحصل لك حاجه اسمها شولدر امبينجمنت، يعني انت بتدمر المفصل بتاع الكتف بالاربطه بتاعته، بتعمل ترهل في الاربطه اللي ماسكاه. ده رقم واحد. طب وبالنسبه للبيهايند ذا نيك بول داون بتعمل حاجه اسمها هايبر فليكشن، تبقى راسك بصه كده لقدام، فتبتدي انها تدمر الفقرات العنقيه اذا كان هي سيرفايكل او ثوراسيك، بتبتدي يجيلك صداع، تيجي عندك مشكله في الـ الفقرات العنقيه دي، والاصابات بتاعتها اكتر من الفايده بتاعتها. الحاجة المهمة بقى ان انا حد يجي يقول لي طب يا فلان الدكتور مدرب الفلاني بتاع جاي كاتلر او المدرب الفلاني بتاع فيل هيث بيقول لك اعمل كده. فيل هيث ده بطل عالم، وجاي كاتلر بطل عالم، كل دول ابطال عالم عندهم فريق معاون شغال معهم. الفريق المعاون ده مكون من اخصائي التغذية والمدرب وبتاع الفيزيوثيرابي والمساج. لو انت ما عندكش الموبيليتي بتاعت الكتف انك تعمل التمرين ده وما تعملوش استشفاء صح، انا بنصحك انك ما تعملش التمرين ده عشان العيوب بتاعته اكتر من الفوائد. اتمنى تكون الحلقه دي عجبتكم المره دي، ولو عندكم اي اسئله هاشتاج اسال الدكتور.